والغريب أن أغلى شيء عند الإنسان هو الوقت، وهو أرخص شيء عند الإنسان. حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون، ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت حتى لا يضيع علي الوقت. ما يقول لعلي أتمتع في المال، أتمتع في الزوجة، أتمتع في المركوب، أتمتع في القصور، لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، مضى علي الوقت ما استفدت منه. هذا أغلى شيء لكن هو أرخص شيء عندنا الآن، نمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة، بل أحيانا أوقات نمضي أوقاتا كثيرة فيما يضر، فيما يضر. ولست أتحدث عن رجل واحد معين، لكن أتحدث عن عموم المسلمين اليوم، مع الأسف الشديد أنهم في سهو ولهو وغفلة، ليسوا جادين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة، في ترف، ينظرون ما يترفون به أبدانهم وإن أتلفوا أديانهم.